كان يجيب توأم بقى زي ما يجوا بنتين ولدين اي حاجه توأم. حسن يجيب توأم ومحمد يجيب توأم. انا نفسي اجيب توأم. ادعوا لي في التعليقات كلكم ان انا اجيب توأم. ايه يا زاتيا انتوا مش صايمين ولا ايه؟ صايمين. امال شايفكم بتتنططوا يعني؟ المغرب هتأذن فاضل دقيقتين. ما احنا واقفين. انجي فين؟ انجي فوق. طبعا يا جماعه اللي بيسال على ميس سلمى ده ابن ميس سلمى. ابن ميس سلمى. بتاعته ده؟ صح. صح يا اكرم؟ صح. تشجيع من النار؟ تشجيع من النار. يلا وراي عشان الاكل ما يبردش وتاكلوه طبعا في مكافاه اخر الشهر. اخر الشهر زي ما احنا متعودين. اللي يصوم رمضان كله ايه؟ ياخد مكافاه. اللي يصوم رمضان كله ياخد ايه؟ مكافاه. انا صايم من حد المغرب اهو. انت صايم من حد المغرب واللي يصوم اخر رمضان ليك ايه؟ مكافاه. يلا ابو سامعين؟ 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 الله ينور يا شباب. ايه الحلاوه دي؟ وعليك يا اخي اليوم لميس سلمى معانا النهارده مش هم اللي خلاص بقى مش هتشوفوني تاني يا جماعه اخر فطار معاهم طبعا يا جماعه ميس سلمى بنت اختي سحر الكبيره طبعا شفتوها ابو ايمن في الاسبوع وابنها ياسين ربنا يخليه لها ويفرح بيه يا رب فمصممه بقى تمشي النهارده عشان تشوف لها ماشي بس انا وانت طيبين طيب الله ينور يا انا كده بدل ما بقعد الله ينور يا امل وعليك يا حبيبتي ايه الشغل الجامد الفخامه ده؟ اهدى بس عليا عشان خاطر ايه تقريبا الصيام بيبقى مخلي الواحد مش مركز سحر قالت النهارده انا هدلعك ما كنتش انت تدلعني عامله لك الاكلتين اللي بتحبهم اهم حاجه عندي السلطه مع الايه اهم حاجه كل اللي انت عايزه يا باشا ده جلاش ولا رقاق لا ده رقاق جلاش المره اللي فاتت كان رقاق لما كان عندي حاجه اه البشاميل بقى اكيد مش سلمى اللي عامله البشاميل ده اكيد انت اللي عامله يا ميس سلمى البشاميل صح؟ هي اللي عامله كله اللهم صل على النبي بس اول مره ندوقه عشان ده بشاميل اللي هو التايه مش الجامد بتاعنا انت عامله حاجه غير اللي احنا بنعملها؟ بس عامله البشاميل جوسي كده مش البشاميل ايه؟ جوسي يعني يعني سايب شويه معلش النبي بس انا تعليم مجاني تكلمين عارف النبي ميس سلمى يعني مش عاملاه تقيل هو انت اصلا بتدرسي في ايه؟ بتدي ايه؟ دراسات اجتماعيه دراسات؟ طب والنبي لما نيجي نعمل كده فسحه حول العالم هنبقى لازمك معانا عشان ايه؟ طب لسه فاشله مش مجالي انا اصلا شغاله في مجال غير مجالي ما هو كلنا كده انت عمال تقول مس سلمى مس سلمى وانا اساسا مش مس ولا حاجه انا اسمي مس سلمى وخلاص عشان ماشي مع الاسم اه يلا ماشي كله اصلا داخل عمال يسال مين مس سلمى مين مس سلمى ادينا عرفناهم مين مس سلمى الله ينور يا صاحبي عليك يا يلا بقى شيلوا بقى يلا حولوا يلا يا باشا على الارض طبعا كالعاده ايوه عايزين نبقى نعمل بقى ايه عزومه فخامه يا سحر للحاج والحاج لا شيء كويس كالعاده الله ينور يا بنات اوعي يا ايت اوعي تقع الله ينور بيأذن هو اللي بيأذن ده؟ اه استنى نقرب الباب كده نسمع اه بيأذن يا ولاد بيأذن يا ولاد يا سيدي يا سيدي يا سيدي الله ينور عليك يلا عشان تأذن كده في الارض بقى بقول بس هو انت ايه لا 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 ده برد هتقولي له الاطباق يلا اقعدوا يلا ورايا يا اولاد اللهم اني لك ثم اللهم اني لك ثم وعلى رزقك افطر وعلى رزقك افطر ابتلت العروق ابتلت العروق وذهب الظما وذهب الظما وثبت الاجر ان شاء الله عندك يا رب العالمين يلا اشرب ان شاء الله عندك يا رب العالمين صيام المقبول يا جماعه يلا هاتوا بقى انا يا بنت الصحيه هاتوا بتدري في المصحف فوق رجلي نايمه هاتي قريتي بنتي؟ اه طبعا المكرونه والشوك بقى شاطره يا انجي انت طالعه على ماما بعد كده الصينيه شكلك بوظتيه لا لا ما بوظتهوش طب انت لسات عم ابوكي طب معلش يا عم هاتوا يلا هاتوا الشوك هاتوا بينا يلا هاتوا الشوك بقى وتعالى ادي 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 واحنا مش هنمشي بقى ولا ايه؟ يا عمي ده بتعمل ايه؟ انا امشي مش هنمشي يعني؟ عايزين نشوف الدكتور ياحي عمل ايه؟ هنروح نشوفه يلا يلو يا بابا يا خلاص يلا جاهزه يعني ولا تعملي حاجه لا جاهزه يلا بينا يلا يا ناس اللي بتذاكروا يلا بينا خلصتي اللي وراكي اه يلا يلا بينا ناويين رايحين خلاص يلا عايزه ايه انت عيطتي انت عيله رخمه انت عيله رخمه لازم تستحمل لازم تستحمل يا عيلة يا رخمة روحي روحي بصي يلا قول له معلش بصي قول له معلش بص بص بقى يا محمود بيمثل لا لا هي عيلة رخمة غيرها شيلوا بيدور عليها ازاي؟ يا دي بنتو
واللي بوت الفلوس واللي لو اشوف حالك علي نور عيني. فين انجي؟ انجي فين؟ جوه. يلا يا انجي بديهم الحقيبه بتاعتها. ماشي يلا يلا بينا. اوعي تنسي حاجه. ناسي حاجه؟ لا عيب عليك. يلا 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 بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نروح مارينا. يا ريت انا موافقه. طب اعمليها بس في الصيف وتعالي اخد اجازه بقى بتاعه المصيف وبقعد معاك. ماشي. وانت لما الدنيا تتظبط والصيف يجي كل البسين تتظبط تنزل بقى في براحتك. ماشي يلا يا ابله. يلا 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 بقى هلبس الكوتش وجايين وراك. يلا يا انجي. طب يلا هاتي الماستر. انت عايز الماستر؟ صحيح احنا نسيت الماستر. هات له علبه. هاتي له علبه يا انجي ما ياخدوا فيها. هاتي له العلبه دي وخلاص. فول فول. هاتي له علبه صغيره. طب حد ياخد قلم؟ هاتي له العلبه دي وخلاص اللي هو فيها. انا تعرف تشيليها؟ هاتيها لي يا انجي. كده الحاجه الاول ام ايمن مامتي انا ماليش دعوه وماليش علاقه بالموضوع ده. سحر هي اللي اديته الماستر عشان هي بتخاف منه فانا ماليش دعوه. في خناقه عن الموضوع ده. اثبات اهو. ماليش دعوه والله مش عايزينه عيله ولما نجيبكم الدور لكن ترموه حرام. امسكي يا انجي ما تخافش عشان خاطر بس ياسين كان نفسه فيه. اوعي ياسين كده عشان شوفي. ولد وبنت زي العسل. يلا بينا. يعني هي بتلبسني في اختي ولا ايه؟ لا انا ماليش علاقه ماليش دعوه بالموضوع ده بره عني. انت اللي قلت هاخدها صح؟ انا اللي قلت. انا اللي قلت هعترف بس كده. انا اللي قلت انا قلت بس لو 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 تيتا قالت لك لا ما تلمهمش عينهم ولماجه تاخدهم انا تاني. لا ما تخافش بيا هتهتم بيهم بس هي ما بتحبهمش فلازم هتعمل. انا مش هوريهولها اصلا. 100 يلا يلا هيدولها لعيد الام. يلا 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 مين يلا مين جوبي ندى عصر. شوف لنا كده يا سهر حد خالع راسه ولا لا لحسن الناس دي احنا بنخش بنطب عليهم فجأة. تعالى يا بيه على طول قاعدين بتلعبوا بلاي ستيشن ما وراكوش غير البلاي ستيشن. رمضان كريم بقى وكل سنه وانت طيب. يعني صليت التراويح؟ الحمد لله. قريت شويه في القران؟ الحمد لله. تعالى اتفضل العب معانا ماتش. يا لعاس هقطعكم بس لما اخلص بس اطمن على يحيى الاول. بص الجون ده بص الجون ده. يا لهوي يا جاي. ازيك يا حجيجه؟ الله يسلمك. الحمد لله. انت اوام خدت الواد ده؟ الواد مش بعتيش عيال؟ لا يا رب تجيب تو. اوعي تقولي لا احنا لا انا نفسي حد يجيب تو. ان شاء الله محمد او حسن. حسن ان شاء الله. غني ما بشبعش من العيال. ان شاء الله حسن يجيب توأم بقى زي ما يجوا بنتين ولدين اي حاجه توأم. حسن يجيب توأم ومحمد يجيب توأم. انا نفسي اجيب توأم. ادعوا لي في التعليقات كلكم ان انا اجيب توأم. ايوه انا اجيب بطلين. بطلين بطل وبطل. امنيه حياتي اجيب توأم. وتجيبهمش يا بنات. بالظبط كل اللي اشتاق اللهم امين. عامل ايه يا حجيج؟ يا ابني ما حدش بيجيب حاجه ده ربنا هو اللي بيجيب. طبعا ونعم بالله. هو حد في ايده حاجه؟ الولد ادم بيضحك لي ازاي مصدق اني شافني؟ هو بيبص بيقول ايه؟ يا بتعمل ايه؟ سته لابسه هي بتبص كده ليه؟ يحيى فين؟ ولا خلا ولا عدم منهم يا رب. اطلع ازيك يا مقاسه؟ بتشوفه ولا لا؟ لا بس ما انتش شايف الجمال في الصيام. برافو عليك يا سماسه. ده بتصوم لغايه المغرب. هيكون احنا خلصنا بقى خلاص كده عيالنا كبرت وعيال حسن بقى ومحمد هنفخ. ده احنا طلعي فوق اللي عملوه فيه. يا ولا يا ابا انت ولا جميل. عايز بلا كان بيتعرف على ست. عايز بلا بيتعرف على امور. قول يا ولا يا ولا جميل يا ولا عايز اضحك يا ولا عايز هو ده اضحك يالا يا ده اضحك يالا. حسن على طول يقول لك مبوز ما بيضحكش. عمره ما شفته بيضحك. أربعة خمسة. بعد ما كنت خسران. سبحانه 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 غير الاحوال. ازيك يا زوز؟ الحمد لله. لسه ما اخترتش اسم البوبي؟ هم هو روي هو روي. في اسامي كتير داخله. انا بقول لها بقول لهم هسميه بقلوس هم بيقول لي هسميه كاجو. اقول لك اسم جامد؟ اقول لك اسم جامد؟ ايه هو؟ سميه رعد. محمد سماه جلال. لا لا اسامي لا اسامي. ايه رايك في بقلوز؟ قول له بقلوز. لا بقلوز هو راح. عادي ليه اسمي جاي؟ انا هطلع ليحيى اشوف. يا مساحه الحاج صحي؟ ماشي. الو ده دي؟ يا دكتور يا دكتور عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله. انت بتنام على جنبك يا دكتور ولا على ظهرك؟ انا بنام على اي حاجه. الحمد لله على السلامه يا فريند. الله يسلمك. عامل ايه يا كبير؟ الحمد لله كله اندر كنترول. انت على طول هتفضل نايم ولا ايه؟ لا انا قاعد بتفرج على المسلسل في نايم. يا عم لا يا عم شايف المسلسل تعالى اقطعك ماتشين تحت.
يا عم بتفرج على محمد رمضان. بتفرج على جعفر؟ اه يا عم. طب انت عامل ايه؟ مش عايز حاجه؟ لا يا عم زي الفل. كله تمام؟ زي الفل. طبعا بنشكر الناس اللي دعت ليحيى يا جماعه في التعليقات، بجد انتوا احلى ناس لينا في الدنيا. ويحيى تمام التمام. كان نفسي اقوم اتسرح والله بس انا تمام. طب ايه اخبار القصص؟ جاهز؟ كله تمام يا عم، ده يعني انا هقوم اصور كمان. هتصور؟ انا هقوم اعمل قصه بنفسي دلوقتي. 100 100، احنا مش عايزين حبايبنا نبعد عنهم ولا يوم. عيب عليك. كل سنه طيب يا دكتور. وانت طيب يا حبيبي. يلا يا ابن اروى. ننزل نقطع الرجاله اللي تحت موتشين؟ نقطعهم. يعني انت مش هتنزل؟ هنزل لكم بس شويه. ماشي يلا. ازيك يا يوسف؟ انت بتنام ولا ايه؟ لا كنت قاعد بلعب مع الكلب. فين هو فين؟ هو فوق. حاطينه فوق؟ خلاص مش مشكلة بقى، عشان احنا لسه هنصلي. عايش عايش. مفيش حلويات؟ انت مش عاملين حلويات النهارده؟ مش عاملين حلويات النهارده؟ مش عاملين حلويات النهارده؟ لا لا. كلنا عاملين حلويات؟ ما احنا عملنا حلويات. مش عارف ما احنا عاملين احنا يوم بنعمل حلويات ويوم ويوم بنعمل فاكهه، يعني بنجيب فاكهه كتير. ماشي طالع. المهم بقى دلوقتي انتوا كلكم هتتعزموا عندي في يوم. تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار. بس بشار. ايه ده انت بتشط علي؟ معلش اصل انا رخم شويه، كله بالتعليقات يقول لي يا رخم. انت لا انزل اول. الشرط الاولاني هتبقى عزومه سمك وهنتقابل فيها نهائي. هنعمل السمك مع صاحبي. هي بتحب الجمبري مش السمك. تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار، تشجيع من نار. ولا عايزين انا عندي كلمه. لا ما حاشي عندي كلمه. ادعوله ادعوله يعمل بيت ابوه ابوه. لا دي بقى لما تحط السفره بقى. لا مقدمه بتاعت لما احط السفره. انت ما تقولش هم هياكلوا اللي هم عايزينه. احنا هنعمله. احنا بنقول اهو موافق على السمك جدا. الجمبري نعمه وفضل. تغيير ما كلهم بناكل لحمه يا فندم. صحش كلهم بناكل لحمه. يبقى الحاج سمك وانت سمك. سمك وجمبري وشوربه سي فود اهم حاجه. شوربه. ايوه انا عاوزه شوربه سي فود وجمبري. انا من عشاق شوربه السي فود. وانا ماشي يا حاجه. أنا كل حاجة نعمة ربنا حلوة. الحمد لله. بحب أي يعني مصر. كلهم موافقين. كلهم جاهزة؟ أنا جاهز. أنا أهم حاجة بس تجيب كابوريا. أه كابوريا. كابوريا. الواد إيه ده؟ البتاعة دي متصوت ليه فوق؟ أنت حبسها؟ عشان عايز لا نزلها نزلها عشان حرام. عرفت هنسميه إيه؟ ده عيل. لا عيل إيه يا عم؟ ده هنا كلنا. لا كلها هنا. أه أول ما بتتكلم. ما انتوا هتربطوش عشان عايز يمشي مع يسرح. يسرح يا بابا. عارف يا محمود بتفكرني بفيلا وهي صغيره كانت قد كده برضه جوه نفس السن. كنت عامله زليفه حلوه. كنت عامله زليفه زليفه المحروق. زليفه المحروق. انا ما بندهلوش غير اقول له يا روبي. بس ايه بس اللي مربيهم وهي صغيره وعارفاه على فكره. كان عندنا يا خالي كلب صغير كان اسمه روي بس يعني جري مننا وبعد كده ضاع بقى وما لقيناهوش. ما احنا جبنا روي جه بس كنا بنحبه وكان زياد. فاكر الكلب اللي كان معايا؟ اللي هو البيتبول. لا التاني بقى اللي هو اللي تحسه رومي ده مش فاكر اسمه. ايوه ايوه اللي هو كان احمر. ايوه روي هو ده روي. يا محمود الناس كلها في الكومنتات بتقول لك محمد مش مظبوط اليومين دول. محمد يا صاحبي بيجهز للفرح يا سيدي. مظبوط مالي بس ده انا مستشعر مروح على منعطف تاريخي. اخبار الجميع يا رب. خلاص يعني انتوا كده موافقين؟ موافقين. ماشي نتكل على الله وننفس. ماشي. ايه انت جاي من السلسله قد ايدك؟ لا ده لقيتها فبلعب بيها. بربي فار بيعملها هبل. لا كبرها شويه. حيو حيو يعمل بيت ابو. هتركب عربيه؟ يلا ولا مش هتركب عربيه؟ هات عربيه مش هتركب. هتروح عربيه كده فاضيه بس انا بحب اسوقها. تسوقيها؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عامل ايه يا ابني؟ هتبقى ايه بصي؟ خشي كده عشان ايه عايزين ننوع النهارده في السعوديه. اه برافو. عندنا فول صح؟ تقريبا اه عندنا فول. ماشي نجيب ايه طيب جنب الفول؟ كنا جبن؟ مش عجبن كده؟ طب هات يعني على حد في حد هنا في الجبل؟ انت اللي جاي؟ تسلم يا واحد. صوت طيب. عامل ايه؟ بص بقى انا عايز حاجه ما تاكلش حد عشان ما تعطش. تمام. ماشي؟ هشوف لي بقى جبنه كده ما تاكلش حد وهات لي ربع منها.
ماشي. وهات لي برده ربع عادي. الكاميرا تطلع ولا تطلع ايه؟ انت تطلع عادي ايه؟ على اليوتيوب مش مشكله. ماشي هتجيبي ايه انجي عشان انا ما بتوش حتى السهول. هنجيب عيش صح؟ اه هنجيب لانشون. وهات لي ربع لانشون ماشي. تعالوا شوف طماطم من جوه. هنجيب جبنه بقى. نجيب العيش الاول. احنا تقريبا عندنا عيش. عندنا عيش مش هيخلص. ماشي يلا. احنا عندنا بيض صح ولا ما عندناش؟ لا هنجيب احتياط مش مهم. ما اعرفش. جبنا طماطم. جبنا خيار. هنا طماطم حلوه ايه بس هاتي جنب الخيار. وهاتي واحده كابوتشا من دي. الشنطه ايه؟ مش شايفها؟ اه هاتي مني عقارات واحده. هنا طماطم وخيار. انا جبت واحده كابوتشا. جبت؟ اه جبت واحده. اجيب خيار؟ اه. طب ناخد ايه؟ اه الحاجه اللي هنا. اه ناكل. يلا نسحب رخص. ايه؟ نجيب شيبسي؟ لا 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 ما يعرفش. خش يلا. نجيب فول ولا عندنا؟ لا انا جايب فول من العربية. مش هجيب فول انا عادي من البيت. هو انت صاحية ليه؟ هو انت بتصومي؟ انت بتصومي؟ اه لا مش بتصومي. أروى بتصوم. انت مش بتصومي. اكرم ما بيصومش صح؟ ايه اسرح اسرح اسرح. دول بتصوم. الفول ريحته تجنن. ولا البيض بقى. ايه الجمال ده؟ اقسم بالله انا جاي على ريحه الفول. بص ايه فين البيض؟ جمال البيض الاصفر ده. يا سيدي يا سيدي. عدوا بره كده على السفره وانا اوريكم بقى ايه حلاوته. ونيني ونيني ونيني. يا سلام. البيض البلدي بقى. بستنى البلدي. خد معاك الفول. ايوه يا وش. خلص الفول انا ايه؟ والواد ده مش عايز يسكت. والواد ده مش عايز يسكت. ولا عارف. ايه يا بيه؟ خلص الفول. اه انا مش مسؤول. مش مسؤول. لازم الشيبس على السفره. اكيد ده اساسي. عشان اكرم ياكل. هي انجي بتسخن عيش؟ اه. انت ما بتسخنيش عيش ليه يا ايتي؟ استاذه. بسم الله. ما بتسخنيش العيش مع انجي ليه؟ بتسخن. قول لها بس اسكتي. ها؟ اسكتي. وانت هتفضلي شايلاه كده؟ ولا ولا هدى عايز يلعب. ولا هدوء. الله ينور عليكم بقى. ده سحورنا يا جماعه. يبقى كده احنا قضينا معاكم اليوم من اوله لاخره بفطار وبسحور وبالغدا. وانت اللي عاملاه؟ انا نفسي. ماشي جدع يا قرب. بسم الله. يلا خلاص ولا جيت ايه؟ يلا شكلي ايه؟ انت هتسوي معانا بكره. ما تجربي كده وسوبي يا موزه. اه موزه بص هنا يا موزه جربي كده يمكن تعرفي. لا اما هتصوم يا محمود ايه؟ الله ينور عليك يا انجي. كلهم غيروا هدومك. انت داخل على المطبخ على طب هدومك؟ بقى ماشي. ايه يا صاحبي؟ يلا بقى عشان تدوق الفول وجمال الفول. احنا ناكل على السفره؟ اما هناكل فين؟ هي دي جبنه بشطه ولا جبنه بايدي؟ لا دي جبنه بطماطم. جبنه بطماطم ماشي. يبقى كده يا جماعه الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم. وقولوا لصاحب بقى تشد حيلها في العزومه اللي احنا اتفقنا عليها. لا احنا اكيد على راي الحاجه احنا بندوس في الحديد. اه بنسد ماشي. يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ورمضان بيجري مش عارف ليه. ونشوفكم على خير. ومع السلامه. مع السلامه. قولوا مع السلامه. قولوا لهم هنا هنا. قولوا مع السلامه. يلا قولي مع السلامه. قولوا لا الفول هيبرد يا بابا. قولوا مع السلامه. هي بتبص فين دي؟ بتضحك على اللي بيبصوا عليه. بسم الله.